السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في فيديو جديد عن محصول القمح كمحصول حبوب شتوي. كما نشاهد هذا هو محصول القمح اليوم 25 نوفمبر 2020. القمح كما نعلم يتبع العائلة النجيلية المجموع الجذري ليفي. هذا هو نبات القمح. يبقى القمح يتبع العائلة النجيلية القمح والأرز والذرة يتبع العائلة النجيلية المجموع الجذري كما نشاهد ليفي. وهذه هي بادرات القمح. طبعا القمح محصول شتوي يزرع عندنا في الوجه البحري في بداية نوفمبر. يطلق على القمح الذهب الأصفر تقديرا لقيمته الغذائية، لأن القمح من أهم محاصيل الحبوب التي تمد الجسم بالطاقة. بالنسبة لكمية التقوي يحتاج الفدان 60 كيلو جرام، أما في حالة الزراعة بآلات التسطير يحتاج الفدان 35 كيلو جرام فقط. كما نشاهد القمح منزرع هنا بالطريقة البدار بعد أن تم حصاد المحصول الصيف اللي هو الذرة الشامية. تم حرس الأرض والتسعيف والتقصيب والتسوية وبدار القمح كما نشاهد. طبعا القمح كما ذكرنا الذهب الأصفر. القمح يصنع منه الخبز وجميع المخبوزات. القمح تصنع منه المكرونة. القمح بيعتبر في مصر يعني محصول استراتيجي، حتى أننا الدولة الوحيدة التي نسمي الخبز العيش، إنه أسلوب حياة أو هو أساس المعيشة. هذا ما لدينا عن القمح. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكراً.